مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الثالث عشر المخصص لفئة الأبكار المحليات الأصايل. شوط يحمل أسماء قوية وشعارات حضرت في هذا التحدي الممتاز. ننطلق ونتعرف على المركز الأول، نوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة. هنا البداية مع غاية، يقدم غاية علي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي بن خفية الاكتبي، يتقدم في هذه المركز الثاني. ابتهال خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي، يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هنا الوصول مع مصدعة، تأتي مصدعة لسالم بن سعيد بن غدير الاكتبي، يقدم انطلاقة مصدعة وتحدياتها الممتازة القادمة في هذا الانطلاق. المركز الثالث هناك الوصول، أو المركز الرابع الوصول مع الشاهنية عتيج، يقدم الشاهنية في هذا الانطلاق. عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات. والمركز الخامس الوصول والتحدي والإثارة والانطلاق الجميل مع تحديات ربشة حمد بن سالم بن زليم الاكتبي، يتقدم مع ربشة وتحدياتها وانطلاقاتها المميزة على المركز الخامس. المركز السادس هناك الوصول، المركز السادس هناك هملولة راشد بن سعيد بن علي الغيادي قادم في هذه اللحظات، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من قبل منصورة سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي، حاضرا في هذا التحدي الممتاز والانطلاق الممتاز والشعارات الحاضرة. أيضا منصورة هنا أيضا القادمة في هذه اللحظات النصيبة حمد بن سالم خليفة برويس الاكتبي، يقدم منصورة، وأيضا القدوم مع انطلاقة الشاهنية راشد بن عوض بن حمد الخاصوني الاكتبي، قادما في هذه اللحظات بالانطلاقات المميزة وبالتحديات الرائعة والجميلة التي تأتي في هذا التحدي الممتاز. وأيضا الوصول مع طواري أحمد بن سالم برغش الوهيبي، يتواصل مع طواري ومع تحديات طواري في هذه الانطلاقات الجميلة ومع هذه الانطلاقات المميزة التي تنطلق في هذا التحدي الممتاز بالتحدي وبالإثارة وبالانطلاق المميز. ولكن نعود إلى صدارة هذا التحدي، نعود إلى المركز الأول وإلى مقدمة هذا وإلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول. هناك البداية وهناك المركز الأول، ابتهال خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي، يتقدم على المركز الأول مع الأداء الجميل مع التحدي المميز مع الانطلاق المميز والرائع والجميل الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط، وبالانطلاق المميز وبالتحدي الرائع والجميل مع هذه الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق المميز وبهذا التحدي المميز. المركز الثاني هناك الوصول والتحدي مع انطلاقة غاية علي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي، وهناك المركز الثالث هناك الوصول والتحدي والإثارة مع انطلاقة مصدعة سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي، يقدم مصدعة في هذا الانطلاق الجميل. على المركز الثالث، المركز الرابع هناك الوصول والتحدي مع ربشة حمد بن سالم بن زليم الاكتبي، يقدم انطلاقة هذا الشعار وانطلاقات مصدعة على المركز الرابع. المركز الخامس هناك الوصول، هناك الوصول في هذه اللحظات من قبل الشاهنية عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي، يتقدم مع الشاهنية وتحدياتها، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من الشاهنية علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي، وأيضا وصلت الأسماء ووصلت أيضا هملولة راشد بن سعيد بن علي الغيدي قادم في هذه اللحظات وفي هذا التحدي المميز. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. لك يا بن يولك، يا بن يولك من يبدع مع انطلاقات ابتهال، مع انطلاقات ابتهال وتحديات ابتهال مع المركز الأول مع الأداء الجميل بالتحدي وبالانطلاق المميز بالاندفاع الرائع الذي يحمل هذه الأسماء وبالتحديات المميزة وبالانطلاقات الرائعة في هذا الشوط الذي ينطلق مع هذه الأسماء.
الأسماء ينطلق مع هذه الشعارات الحاضرة في هذا التحدي المميز، في هذا الانطلاق المميز. راحة بنيولك، راحة راحة بنيولك مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. ابتهال ابتهال مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط بالتحديات وبالانطلاقات الرائعة. ولكن راقب لي المركز الثاني، هنا مصدعة سالم مسعد بن غدير الكتبي، وأيضا المركز الثالث الشهنية علي بن خليفة بن بليش الكتبي، وأيضا الوصول بهذه اللحظات مع انطلاقة الشهنية راشد بن عوض بن حمد الخاصوني الكتبي يقدم الشهنية في هذه اللحظات. الأزمة قادمة والشعارات حاضرة في هذا الشوط، ولكن بن يولك والعصاف الأبطان، بن يولك والعصاف الأبطان بدون أي توامر ولا تعليمات ولا شبه أوامر ذكرت على المركز الأول وعلى ابتهال من راحت مع المركز الأول، من راحت مع مقدمة هذا الشوط بالأداء الممتاز وبالانطلاق الرائع وبالتحدي المميز وبالتحدي الرائع والجميل الذي يحمل هذه المنطلقات ويحمل هذه الشعارات الحاضرة. راحة بن يولك، راحة بن يولك، راحة مع ابتهال خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك. ولكن المركز الثاني الشهنية، تحركت الشهنية في هذه اللحظات، الشهنية في هذا الانطلاق راشد بن عوض بن حمد الخاصوني الكتبي، ولكن بن يولك والخاصوني اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة لمن ناموس هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط. الخاصوني مع الشهنية راشد بن عوض بن حمد الخاصوني الكتبي، سلام 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 على هذا الأداء، على هذا الأداء اللي قدمته الشهنية مع المركز الأول مع الشكل الجميل والأداء الأجمل. راشد بن عوض بن حمد الخاصوني الكتبي المركز الثاني، شعار بن يولك مع ابتهال المركز الثالث. هناك الوصول مع مصدع سالم بن سعيد بن غدير على الكتبي، التوقيت 8:15. تهانينا والناموس على الفوز وعلى الانتصار في هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك الشاهنية راشد بن عوض بن حمد الخاصوني على هذا الفوز والانتصار.